هو الخضر صاحب المعجزات والذي ذكره الله لموسى ليأخذ منه العلوم والمواعظ، فلماذا تم اختياره لهذه المهمة؟ وما حقيقة اللون الذي كان سبباً لتسميته بتلك التسمية؟ كانت المعجزات التي ظهرت على يد الخضر عليه السلام أحد أسباب الحيرة التي أحاطت به بين هؤلاء الذين أبهرتهم حكمته وروعة معجزاته التي تجاوزت مستوى العقل البشري. أثار كثيرون حوله كثيرا من الأوصاف، فمنهم من اعتبر أن تلك التصرفات والقدرات الخاصة على التوقع لا تصدر إلا من ملك ملهم أرسله الله إلى موسى عليه السلام، ومنهم من عارض ذلك وساق في شأن الخضر الأدلة والأسانيد التي تؤكد أن الخضر لم يكن من مجتمع الملائكة. فماذا كانت حقيقة الخضر؟ لم يكن الأمر والوصف الصادر بحق الخضر يتضمن أي إشارة صريحة أنه قادم من السماء، لكن الثابت بشأنه حتى لقائه موسى عليه السلام كان بعد تلك الخطبة التي ألقاها موسى عليه السلام على قومه. لم ينسب موسى عليه السلام العلم الذي هز قلوب الناس من تأثير موسى عليهم في هذه الخطبة المؤثرة، لكن قدر الله أن يتعلم موسى من ذلك الصالح، فكان أمره إلى موسى أن هناك عبدا في مجمع البحرين هو أعلم من موسى. فماذا كان رد فعل موسى عليه السلام حينما علم بمن هو أعلم منه على وجه الأرض؟ لقد سأل موسى عليه السلام ربه بأن يلتقي ذلك الخضر الصالح لكي يعلم حقيقة ذلك الصالح الذي أخبره الله بأنه أعلم منه، وبعدها أمره الله بأن يأخذ معه مكانا ويضع فيه حوتا، وحين يفقد موسى الحوت ستكون تلك هي الإشارة الأولى على مكان وجود الخضر عليه السلام. وهنا انطلق موسى مع فتاه يوشع بن نون. بدأت رحلة موسى ويوشع إلى موقع الخضر الذي أعطاه الله دليلا على إمكانية ظهوره فيه، وحينما أراد موسى ويوشع الحصول على قسط من الراحة تسلل منهما الحوت فجأة، وحينها عاد موسى إلى الصخرة فلم يجد الحوت، وهناك علم تحقق هذه الإشارة التي انتظرها من ربه. وكان نبي الله موسى على موعد مع ظهور الخضر والحصول منه على ما يريد. وصل موسى والفتى إلى الصخرة، وهناك وجدا شيخا تقدم به العمر، وطلب موسى من الخضر أن يعطيه علما مما علمه الله. لكن حدثت مع موسى عليه السلام أمور أذهلت كل من شاهدها. لقد وجد موسى عليه السلام الخضر يلقنه دروسا عملية يصعب على أصحاب العقول استيعابها، فقد أنهى حياة غلام وحرق سفينة وبنى جدارا في مكان شاهد فيه بخل جيرانه. هذه الأفعال التي قام بها الخضر دفعت موسى عليه السلام إلى أسئلة متتالية إلى الخضر يسأله عن أسباب ارتكاب هذه الأفعال، وفي كل مرة يوضح له تفصيلا لكل موقف. فالغلام هذا كان سيعاني منه والداه لو عاش، والسفينة لو ظلت سفينة لأخذها ملك ظالم، وأما الجدار فكان لغلامين فقد قضاء الأب، وكان على الخضر حمايته.